لما قلت لعبد الحكيم يقول لأخوه إن مالوش ورث عندنا وإنه بس بيسمع كلام كريم عشان تاخد المال والأرض تبعترهم. وتاني باب لما قتلت عبد الله. كفاية يا مروان، اقفل الباب في وش الشيطان وقول له كفاية. اسمع الكلام يا مروان، ربنا حبيبي خلق الناس كلها عشان تمسك يدها في يد بعض ويسندوا بعض لحد ما يفوتوا من الدنيا دي بخير وبسلام. اوعى تنسى اهلك لا تهلك، وخليك فاكر ان كريمة سايبة لك حتة من روحها اسمها زينب يا ولدي. يعني جيت من مصر ولا كلمتني ولا فوت عليا، واتصلت بيك كذا مره ما ردتش. قلت خلاص اسيبه براحته، يمكن مشغول في حاجه. بس عارف جيت انام ما قدرتش، قلت لازم انزل اطمن على حبيبي واجيب له لقمه ياكلها. سيبني دلوقتي يا زينب. لا مش هسيبك الا لما تاكل حاجه. انا مش عايز اكل ولا اشرب. انت مالك مكشر كده يا زينب؟ سيبيني لوحدي، سيبيني في حالي. لا يا مروان، انا مش هسيبك الا لما اعرف انت مالك. عشان خاطر ربنا سيبيني لوحدي. ايه ده ايه ده، يبقى انت زعلان مني كده؟ انا لازم اعرف فيه ايه. عارفة إن أمك إيه اللي قتلت فريدة؟ إيه؟ كنت عارفة؟ قلبك ده إيه؟ حجر؟ دايما جنبي طول الفترة اللي فاتت دي وبقولي لي بحبك، وأنت عارفة؟ وانت امك اللي قتلت ابويا يا مروان. امك عملت ايه؟ بس لو سمحت انا مش عاوزه منك ولا كلمه تاني. انا بص ايدي اللي قتلت ابويا وكتمت في قلبي وجيت على نفسي عشان خاطرك وعشان خاطر اخواتي وعشان خاطر البيت الكبير يعلى تاني وعشان خاطر اسم العيله دي اللي امي وامك داسوا عليه. بقولك ايه يا مروان، لو هنيجي نتحاسب واقول لك مين اللي بدا الاول ابقى انا غبيه وعاوزه اولع في النار اللي انا جيت اطفيها اصلا، وكل ما بولعها بترجع وتولع من تاني، وكل ما بطفيها واقول خلاص بترجع وتولع تاني. كمان تلف وتدوري. انا لا بلف ولا بدور، انا تعبت والله العظيم تعبت، مش قادرة أكمل كده. أنا سبت البلد وسبتك وأخدت ابني وقلت أعيش بعيد عنكم، بس أنت اللي قلت لي ارجعي. أنا كنت عاوزة أختفي من حياتكم أصلا، بس أنت جيت وقلت لي لأ يا زينب ما ينفعش، تعالي نرجع ونعيش سوا ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه وننسى اللي فات. أهو أنت مش عاوز تنسى دلوقتي يا مروان. عموما مفيش مشكلة، أنت هترجع للبيت مش هتلاقيني، ولو على موضوع ابنك أنا هسيبهولك وبقى أنت ربيه بمعرفتك. وقول له بقى على كريمة اللي قتلت مراتك، وقول له على جبرية اللي قتلت أبويا، وبحكي له على زينب عن أمه اللي هي حاولت تنسى كل اللي فات بس ما حدش قدر يساعدها. زين ده روح قلب زين وحبيب قلبها
تعبت كتير عشانك يا مروه. تعرف انا كنت بقول ايه لنفسي؟ كنت بقول جبريه دي اللي قتلت ابويا ماتت خلاص، واللي معانا في البيت دي واحده تانية. وكنت بقول انه عبد الحكيم اللي ياما جرينا ونترمي في حضنه وصدنا ده مش عمي، ده واحد تاني. انت عارف يا مروان كل ما الشيطان يوسوس لي بيقول لي انت ازاي قادره تعيشي في بيت جبريه اللي قتلت ابوكي، وانت ازاي قادره تعيشي مع ابن عبد الحكيم. بوقف بقول لا، ده مروان حته مني وابو ابني، ولو طلب روحي هديها له على طبق من فضه وانا راضي. انت عارف لما عيالنا يكبروا ويبقى نوح رايح للمدرسه وماسك ايد عبد الحكيم عشان خايف عليه، وابن شمس يجيلك يقولك اديني عيدية العيد، ولما يكبروا ويعرفوا ان انت ظهرهم وسندهم وانه طول ما انت عايش محدش يقدر يدوس لهم على طرف، يبقى احنا كده نجحنا وعملنا اللي اهلنا ما قدروش يعملوه. فهمت انا بقول ايه يا مروان؟ يلا خليني امشي، انا قلت كل اللي عندي خلاص. ما تمشيش يا زينب، ما تمشيش. أنا تعبت والله العظيم تعبت، مش قادرة. يا رب. خير يا ست زينات. زغبي. أيوة ست زينات. أنا لي عندك طلب. أمريني. أنا عارفة إن طلبي غالي وتمنه أغلى، بس عارفة إنك مش هتردهولي. من غير أي حاجة يا ست، إحنا نتمنى نخدمه. عرفت باللي حصل؟ اضحكالي. جبروت. جبروت وأنا لا حول ولا قوة. أمريني. عمرها. اعتبريها ماتت. ده كردان ذهب هيكون في كفك يوم ما تجيب لي خبرها. غالي والطلب رخيص. اللي بعته عشان يقابلك انا قلت له كل حاجه. قال لك ولا تحب اقول لك كمان؟ علم. والله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك.